السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من دروس الاشتقاق. وصلنا إلى الدرس الخامس من دروس الاشتقاق. درسنا اليوم عن التوابع العكسية والتوابع العكسية للتوابع المثلثية. في البداية، قانون مشتق التابع العكسي هو 1 ع فتحة × 0، 1 ع فتحة، 1 ع مشتق التابع الأساسي عند × 0. رح نشرح لكم اياه من خلال مثال. رح نشرح القانون هذا من خلال مثال. نجي على هذا المثال، هون يعطيني التابع fx بهذا الشكل، وبده f فتحة ناقص 1 عند 4. اولا نوجد مشتق التابع بشكل عادي f فتحة، هذا جذر مشتق، هو مشتق ما تحت الجذر، مشتق ما تحت الجذر 8 على ضعفي الجذر. جذر 8x، الـ8 حساك بـ4 في 2 في x، هاي 2 بتطلع لبرا، هاي بصير عندي بالبسط 8 على هاي 8 هي 4 في 2، طلعنا الـ2 لبرا بتطلع 2، 2 في 2 4، جذر 2x. على بسط شكل الجذر هذا نفسه حساك بهالشكل بسطناه. هون في عندي اختصار 8 مع 4 فيها 2، اذا المشتق هو 2 على جذر 2x، مشتق ما تحت الجذر على ضعفي الجذر، بسطناه طلع معنا هيك. قانون بيقول لي 1 ع f فتحة، هذا بيعطيني جذر 2x على 8. هلا انا مهمتي اوجد الاكس، هون الاكس ما هي نفسها، كيف بنطالع الاكس؟ ناخذ هذا العدد اللي يعطيني اياه هون، بدي المشتق عنده، وبنعوضه مكان اف اكس، شو بنعمل؟ العدد اللي بدي المشتق عنده بحطه مكان اف اكس، يعني بحذف هيدا اف اكس وبحط مكانه 4، وبوجد الاكس اللي لازمتني، بتربيع الطرفين. اذا الاكس 2. قيمة طلعت معي بعوضها هون، اتنين باتنين اربعة جذر 2، 2 ع 8 الناتج ربع. اعادة سريعة، ايش عملنا؟ بالبداية حسبنا اف فتحة، طلعت معي اف فتحة بهذا الشكل. قانون بيقول لي 1 ع f فتحة، 1 ع f فتحة طلع معي هاد. بعدين مهمتي بالنهاية ادور على الاكس، الرقم اللي بدي المشتق عنده بنعوضه هون وبنطالع قيمة اكس. خلونا ناخذ تمرين ثاني توضح الفكرة أكثر. هون بده مشتق التابع العكسي عند الثلاثة. أولا نحسب اشتقاق التابع اشتقاق عادي، هذا لوج، قانون اللوج هو اف فتحة مشتق مداخل لوج، على مداخل اللوج بيقل ان الأساس. مشتق مداخل اللوج على مداخل اللوج بيقل ان الاساس، هذا اف فتحة. مشتق مداخل اللوج على مداخل اللوج بيقل ان الاساس، انا بدي 1 ع f فتحة، هذا بالعكس، هذول فيهم 2 عامل مشترك، تعال طالع الـ2 عامل مشترك، طلع عندنا هون 2x + 3 على 4، هاي الاثنين مختصمة مع 2، ضل عندنا هاد 2x + 3 بيقل ان 3 ع 2. هلا مهمتي اول شي شو عملنا؟ قلنا بننسى الف الناقص 1، اول شي رح اشتق اشتقاق عادي، اشتق مداخل لوج على مداخل اللوج طلع معي بهذا الشكل. طلعنا بعدين بدي 1 ع f فتحة، عكسنا هاد، طلعنا من هاد 2 عامل مشترك اختصرناها مع هاي، طلع معي هذا الشكل. هلا هذا 1 ع f فتحة، مهمتي هلا اوجد اكس، كيف كنا بنوجد اكس؟ بنعوض هذا العدد اللي اعطينا اياه هون مكان التابع.
عوضت هذا العدد مكان التابع. هذا ايش بيعطيني؟ نتذكر نفكت اللوج هات يساوي مداخل اللوج يساوي مداخل اللوج يساوي هات قوة هات 2 قوة 3 8 ناقص 6 للطرف الثاني تصير ناقص تصير عندنا 4 اكس يساوي 8 ناقص 6 تعطينا 2 إذا الـ x نصف. إعادة سريعة، عوضنا الثلاثة هي هون يساوي لوج 2 4 x زائد 6، ما داخل اللوج يساوي هات قوة هات 2 قوة 3 8، لأن هي للطرف الثاني 8 ناقص 6 2، قسمنا أمثال x طلعت معنا الـ x نصف. نعوض هون بالتعويض عشان نصل على f ناقص 1 فتحة عند الثلاثة. صار عندنا 2 ضرب نصف 1 زائد 3 بقل ان ال 3 على 2 1 و 3 4 2 2 ال ان ال 3 هذا هو الناتج النهائي. ننتقل لتمرين اخر ايضا على نفس الافكار. هون بده اف ناقص 1 عند 9. اول شيء دائما مثل ما اتفقنا نحسب اف فتحه، هذا اي قوه F. أي قوة F مشتقة هو F فتحة بأي قوة F بقل إن الأساس. منعوض بهذا القانون، نجي نشتق هذا مشتقة. أول شيء مشتق القوة مشتق هذا واحد ب تابع نفسه بقل إن الأساس. هذا اف فتحة، أنا بدي واحد على اف فتحة. هذا المشتق. هلا مهم توجد اكس، كيف نوجده؟ هذا العدد اللي عطينا اياه بنعوضه هون مكان هاد عشان نطالع الاكس. طلع معنا 9 يساوي 3 قوة 2 قوة اكس ناقص 2. والثلاثة التسعة هي ثلاثة تربيع، الأساسات متساوية، إذا الأسس متساوية. نروح إلى الطرف الثاني، طلع معنا قيمة الإكس 4. بالتعويض طلع معنا إف ناقص 1 فتحة عند التسعة، 4 ناقص 2 2، 3 قوة 2 9 بقل إن الثلاثة. هذا هو المشتق. ننتقل لتمرين آخر. بده F ناقص 1 فتحة عند الأربعة. أولا نحسب F فتحة بشكل عادي لهاد F فتحة X. هذا جذر مشتق ومشتق ما تحت الجذر، مشتق هاد واحد على ضعفي الجذر، ومشتق الواحد صفر. هذا اف فتحة، أنا بالقانون بدي واحد على اف فتحة، واحد على هاد بنعكس بصير 2 جذر اكس زائد 2. هذا المشتق، مهم تبحث عن مين؟ عن اكس. نعوض هذا العدد مكان اف اكس، نقول واحد لهون كانت زائد صارت ناقص، بنربع الطرفين نقول 2 لهون، إذن الإكس 7، تعالوا نعوض هون 7، 7 زائد 2 9، جزء 9 3، والناتج 6. هون هيك بتكون فكرة التوابع العكسية وضحت. خلونا ننتقل للتوابع العكسية للتوابع المثلثية، اللي هي آرك ساين، آرك كوساين، آرك تانجنت، آرك كوتانجنت. مشتق الارك ساين، اول شيء كلهم فيهم اف فتحة، نفس اذا بتتذكروا توابع الساين والكوساين كلهم فيهم اف فتحة. الساين والتانجنت موجبات نفس الساين والتانجنت العاديات، الارك كوساين والارك كوتانجنت سالبات. هلا مشتق الارك ساين هو مشتق التابع
تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع طبعا موجب. مشتق الكوسين هو مشتق التابع بتحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. الكوسين نفسه على الضبط ولكن ناقص. كوسين نفس السين ولكن ناقص. مشتق التانجنت هو مشتق التابع واحد زائد مربع التابع. كوتانجنت نفسه على الضبط ولكن ناقص. سين والكوسين مثل بعض، التانجنت والكوتانجنت مثل بعض، ولكن الكوسين والكوتانجنت سالبات، السين والتانجنت موجبات. خلونا ننتقل لتمارين نفهم من خلالهم قوانين. عندي هون arc tangent. قانون الارك تانجنت هو مشتق التابع على واحد زائد مربع التابع. قانون الارك تانجنت مشتق التابع واحد زائد مربع التابع. اذا بالبداية بدنا مشتق التابع، على واحد زائد مربع التابع. مشتق التابع واحد زائد مربع التابع، هذا يساوي لي 2x على واحد زائد مربع التابع. هذا الفتحة بدي اياها عند الاثنين، تعالوا نعوض اثنين. اثنين ضرب اثنين اربعة، اثنين تربيع اربعة، اربعة ناقص واحد ثلاثة، مربع تسعة. اربعة على عشرة بالاختصار اثنين على خمسة. شو عملنا؟ مشتق مداخل تانجنت، تعرف تانجنت على واحد زائد مربع التابع. كملنا. خلينا ننتقل لتمرين اخر نفس الفكرة. هون عنا ارك ساين. قانون الارك ساين نتذكره مع بعض، هو مشتق التابع على تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. قانون الارك ساين هو مشتق التابع تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. مشتق التابع بتحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. مشتق هذا اثنين، مربع هذا اربعة اكس تربيع. بده المشتق عند الصفر. اذا عوضنا هون صفر رح يضل عندنا اثنين على جذر الواحد اثنين. ننتقل لتمرين اخر. arc cotangent cotangent. دائما انا بيهمني الشكل الخارجي. ايش الشكل الخارجي؟ arc cotangent مقدار تابع ايش من كان. قانون الارك كوتانجنت اول شيء فيه ناقص. قانون الارك كوتانجنت اول شيء فيه ناقص. كوساين كوتانجنت فيه ناقص. مشتق التابع ايش من كان التابع يكون. مشتق مقدار ايش من كان المقدار يكون. على واحد زائد مربع المقدار. نرجع نعيد. قانون الارك كوتانجنت هو مشتق التابع مهما يكون التابع واحد زائد مربع التابع فيه له ناقص ويساوي ناقص. مشتق الكوتانجنت هو ناقص واحد زائد كوتانجنت مربع المقدار. ناقص مع ناقص رح تصير زائد، وهذا المقدار وهذا المقدار مثل بعض. إذا الناتج زائد واحد مهما يكون القيمة مشتقة رح يطلع واحد. ننتقل لتمرين آخر. هون عنا آرك ساين. قانون الآرك ساين هو مشتق التابع تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. مشتق التابع تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. إذن مشتق التابع بتحت الجذر واحد ناقص مربع التابع. مشتق هاد هذا x على 3 ناقص 1 على 3. هاد هو نفسه، هذا هو عبارة عن تلت x ناقص 1 على 3، يعني مشتق هاد تلت.
ايش؟ هنا بكتب تلت ضرب اكس ناقص واحد على تلاتة، الواحد على تلاتة مشتقة صفر، تلت اكس مشتقة تلت، على تحت الجذر واحد ناقص اكس ناقص واحد على تلاتة تربيع، ده مشتق عند الواحد. تعويض نعوض هون واحد، واحد ناقص واحد صفر، هذا كله راح يصير صفر، احضر عنا واحد، جذر الواحد واحد، بضل بس البسط. مشتق ما داخل ساين هاد تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع، هذا مشتق تلت، هذا لما عوضنا واحد صار كله صفر، طلع معنا ناتج تلت. ننتقل لتمرين جديد. ارك كوساين، الارك كوساين اول شي بيعطيني ناقص مشتق التابع، على تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع، الارك كوساين بيعطينا ناقص، ونفس القانون الارك ساين ولكن في ناقص، حتى رح يجينا ناقص مشتق التابع على تحت الجذر واحد ناقص مربع التابع، هذا يساوينا هاي ناقص رح نعرفه، مشتق الجذر هو مشتق ما تحت الجذر، مشتق هاد ناقص أربعة على ضعفي الجذر، على هذا الجذر مع التربيع بيروح، الجذر مع التربيع راح يروح، راح ضل عندي واحد ناقص هاي ناقص تدخل على هاد كله، الجذر والتربيع راحوا، ناقص واحد زائد أربعة إكس، صار الجذر مع التربيع راحوا، ناقص نضربة الواحد ونضربة بالأربعة، هذا معنى مقام مقامه واحد، عشان نعمل بعد القريب القريب، هون ما هون في عندي اختصار. ناقص مع الناقص بتروح، البعيد البعيد رح يصير عندي اثنين، على واحد ناقص واحد هون صفر، هذا كله جذر أربعة إكس، جذر أربعة إكس هو اثنين جذر الإكس، واحد مع الواحد صفر، جذر الأربعة اثنين جذر إكس، ضل عندي هون جذر أربعة اثنين، ضل عندي جذر إكس، البعيد البعيد هون أعطاني اثنين، قريب القريب عندي اثنين جذر اكس بواحد بجذر واحد ناقص اربعة اكس، نعيد شو عملنا، اختصرنا هي مع هي اعطتني اثنين، ناقص مع الناقص راحت، واحد مع الواحد صفر، جذر الاربعة اثنين جذر اكس هي واحد، بعيد البعيد ضل عندي اثنين، قريب بالقريب ضل عندي هذا، هلا هذا الجذر وهذا الجذر بامكاني ادخلهم مع بعض، بامكاني اضربهم مع بعض، وهي الاثنين وهي الاثنين بامكاني اختصرهم مع بعض، جذر الإكس بدخل لجوا إكس ضرب واحد إكس ناقص إكس ضرب أربعة إكس أربعة إكس تربيع، إذا الناتج واحد على جذر إكس ناقص أربعة إكس تربيع. ننتقل لتمرين جديد. هنا عندنا أرك تانجنت ساين، أرك تانجنت تابع، أرك تانجنت قانونه هو فتحة على واحد زائد اف تربيع، قانون الارك تانجنت هو فتحة واحد زائد اف تربيع، يعني مشتق الساين، نمسح القانون عشان ما ياخذ مكان عشان الحل، راح نطبق القانون اف فتحة يعني ساين اكس فتحة على واحد زائد اف تربيع، مشتق الساين مثل ما بنعرف هو كوساين، على واحد زائد ساين مربع، هذا اف فتحة بده اياه عند ال A، راح يعطينا كوساين A على واحد زائد ساين مربع A، ويعطيني الكوساين، بس انا ايش لازم اطالع؟ الساين، اذا عندي نسبة بدي اطالع الثانية نلجأ للمثلث القائم، هاي الزاوية A، انا عندي الكوساين، مثل ما بنعرف الكوساين هو المجاور على الوتر، الكوساين هو المجاور على الوتر،
إذن هذا إيش راح يصير؟ المقابل راح تنطلع الساين مربع خمسة 25 ناقص مربع الاثنين 4 25 ناقص 4 21. إذن هذا الضلع طوله هو جذر 21. نعوض كوساين عندي 2 على 5 على 1 زائد ساين مربع. الساين مربع ساين، أنا عندي الساين هو جذر هاد هو المقابل على الوتر، يعني جذر 21 على 5. أنا بدي إياه مربع، معناتها بصير 21 على 25 مربع. هي أنا بدي ساين مربع، الساين طلعناه هو المقابل على الوتر هو جذر 21 على 5، بدي مربع. طبعا هون راح أوحد المقامات، هذا راح أكتبه 25 على 25. أحسن عندي راح أعمل بعيد القريب القريب، أحسن عندنا 2 ضرب 25 على هدول 5 ضرب 21 25 46. في عنا اختصار 25 مع 5 فيها 5، الاثنين مع 46 فيها 23. إذا ضل عنا هون 23 وبالبسط ضل عنا 5، ناتج 5 على 23. إعادة سريعة، أرك تانجنت مقدار قانونه هو مشتق هذا المقدار على 1 زائد مربع المقدار، مشتق الساين هو كوساين على 1 زائد مربع المقدار. عند الاي طلع معي هذا هو شكل المشتق. طيب هو يعطينا الكوساين، الكوساين هو المجاور على الوتر، مجاور 2 والوتر 5. بدي المقابل، مقابل هو تحت الجذر مربع هذا ناقص مربع هذا 25 ناقص 4 21. اذا هذا طوله جذر ال 21. هذا ساين اي هي جذر ال 21 على 5. انا بدي ساين مربع، ربعنا هي مربع الجذر بيروح مربع 5 25. وحدنا المقامات هي حطينا 25 25، البعيد بالبعيد والقريب بالقريب، حصلنا على هذا الناتج. فهون نكون وصلنا لختام هذا الدرس. إن شاء الله في الدرس القادم راح نتناول مشتقات من المراتب العليا ومشتقات التوابع الوسيطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.